والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي اليوم في المحاضرة الثامنة من مقرر دراسات جدول، وسنبدأ اليوم بالفصل السابع. طبعا بداية من هذا الفصل سندخل في التطبيقات في الأمور العملية. رأينا منذ بداية الفصل في دراسة الجدوى ومراحلها، واليوم سنتعرف على معايير دراسات الجدوى. الصوت واضح أعتقد ده. طيب، لكن قبل أن نبدأ في معايير نحتاج إلى معرفة بعض المفاهيم وبعض المبادئ الأساسية. أول شيء لابد أن نعرف أن هناك في كل مشروع فيه تدفقات نقدية، هناك تدفقات نقدية خارجة وهي الإنفاق يسمى عادة تدفقات نقدية خارجة أو سالبة، وهناك تدفقات نقدية داخلة أو موجبة. 712 وعيد، هناك تدفقات نقدية خارجة أو سالبة وعادة تسمى الإنفاق أو يسمى الإنفاق تدفقات نقدية خارجة، والإيرادات أو الإيراد يسمى عادة تدفقا نقديا داخلا أو موجبا. طبعا الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة ناقص التدفقات النقدية الخارجة تسمى تدفقات نقدية صافية. تدفقات نقدية داخلة ناقص تدفقات نقدية خارجة تسمى تدفقات نقدية صافية. لكن كما تعرفون أن التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة تختلف قيمتها بقيمة الزمن الذي تأتي فيه، لأن كما تعرفون مثلا قيمة 100 ريال اليوم أو قدرتها الشرائية اليوم تختلف عن قدرتها الشرائية منذ 10 سنوات، وتختلف كذلك عن قيمتها الشرائية بعد سنتين. 100 ريال اليوم قيمتها تختلف طبعا حسب رأيكم القيمة الكبيرة القيمة الكبيرة. طبعا كلما اختلف الزمن اختلفت القيمة، قيمة الوحدة النقدية. حتى إذا خيرتكم وقلت لكم، إذا خيرت شخص ما وقلت له هل تريد 100 ريال اليوم أو 100 ريال بعد سنة؟ يقول لك أعطيني 100 ريال اليوم. وبالتالي تختلف قيمة النقود أو قيمة الوحدة النقدية باختلاف الزمن الذي تتدفق فيه، الزمن الذي تأتي فيه. وطبعا إذا علمنا أنه مع الزمن هناك تضخم وارتفاع الأسعار، فإن قيمة النقود اليوم، قيمة الوحدة النقدية اليوم أفضل من قيمتها بعد سنوات، وقيمة الريال اليوم أفضل من قيمته بعد سنوات، كما أن قيمة الريال اليوم أقل من قيمة الريال منذ 10 سنوات أو منذ 5 سنوات. إذا كان الريال اليوم مثلا تشتري عن تشتري به من كيس خبز منذ ما نعرف كم، منذ 30 سنة مثلا، الريال ممكن تشتري به أشياء أخرى غير الخبز، ممكن أن تشتري به أكثر من كيس خبز، ليس كيس واحد فقط. وبالتالي تختلف النقود باختلاف
الزمن الذي تأتي فيه. تختلف كل النقود اختلاف الزمن الذي تأتي فيه. وإذا كان الزمن المختار هو السنة الحالية، فإننا نسمي القيمة المحتسبة لكل مبلغ القيمة الحالية من مبلغ. ثم القيمة الحالية من المبلغ. السؤال الآن، كيف نقوم باحتساب القيمة الحالية للمبالغ المستقبلية؟ مثلا هناك تدفقات ستأتي في السنوات القادمة، ما هي قيمة اليوم؟ وعلي أن نحتفي بهذه القيمة. طيب، طبعا المبلغ النقدي الذي يتوفر اليوم أفضل من المبلغ النقدي المساوي له الذي يتوفر بعد سنة. إذا سمينا المبلغ النقدي، شوف في السلايدات الآن صفحة 115، صفحة 115. إذا سمينا في المبلغ الذي يتوفر في السنة الحالية، وإذا أقرضنا هذا المبلغ بسعر فائدة سنوي يرمز إليه بحرف I، فالفائدة هو I والمبلغ اليوم قيمته P، معنى ذلك أن بعد سنة المبلغ سيصبح قيمته القيمة الأصلية مع الفوائد، وبالتالي سيصبح قيمته P ضرب 1 زائد I، P ضرب 1 زائد I. بعد سنتين سيصبح هذا المبلغ P ضرب 1 زائد I أس 2. بعد 3 سنوات سيصبح P ضرب 1 زائد I أس 3. وهكذا دوري حتى بعد أن سنة المبلغ P سيصبح قيمته، ستصبح قيمته P ضرب 1 زائد I أس N. وبالتالي إذا رمزنا S قيمة المبلغ المستقبلي S، فS سيساوي P ضرب 1 زائد I أس N. هذا هو المبلغ المستقبلي. S المبلغ المستقبلي سيكون يساوي P مبلغ الحالي ضرب 1 زائد I، I هو سعر الفائدة أس N، N هو عدد السنوات. فإذا القيمة المستقبلية لمبلغ حالي. لو عكسنا الأمر، نحن سنبحث ما هي القيمة الحالية للمبلغ المستقبلي. ما هي القيمة الحالية لمبلغ مستقبلي؟ عندها ستكون القيمة الحالية هي P، ما هي إلا واحد، ما هي إلا S على واحد زائد I أس N. N هو عدد السنوات. N هو عدد السنوات. المبلغ تأتي في سنوات مختلفة. N هو عدد السنوات. إذن في هذه المعادلة P تعبر عن القيمة الحالية، وآس القيمة الحالية لمبلغ مستقبلي يتحقق في السنة N. القيمة الحالية لمبلغ مستقبلي يتحقق في السنة N. طيب، إذن إذا أردنا البحث عن القيمة المستقبلية لمبلغ القيمة الحالية للمبلغ المستقبلي،
علينا أن نقسم هذا المبلغ S على 1 زائد R أس N، أو نضرب S ضرب 1 على 1 زائد R أس N، وهذا ال 1 على 1 زائد R أس N موجود في جدول، الجدول موجود في الصفحة 123، جدول 1 صفحة 122 جدول رقم 1. في هذا الجدول ستجدون في السطر الأول أسعار الفائدة التي يرمز لها هنا بحرف الR أو حرف الI في الشيء، وفي العمود الأول ستجدون عدد السنوات الفترة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. نأخذ مثال تطبيقي على ذلك. سؤال: ما هو المبلغ الذي يصل إليه مبلغ 100 دولار بعد سنتين من اليوم إذا كان سعر الفائدة 8%؟ وكانت الفائدة تدفع سنويا. الجواب نطبق المعادلة، نضع S المبلغ المستقبلي يساوي المبلغ الحالي P ضرب 1 زائد R قلت N، وبالتالي S ستكون ممكن المبلغ هو 100 دولار نضربه في 1 زائد 8% زائد 0.8 قلت 2 هو عدد السنوات، يعني ذلك أن القيمة المستقبلية لمبلغ حالي يبلغ 100 دولار هي 116.64 دولار. طيب سؤال آخر، سؤال عكس الآن: ما هي القيمة الحالية لمبلغ 126 دولار يتحقق بعد 3 سنوات؟ يتحقق بعد 3 سنوات 1/3 سنوات إذا كان معدل الخصم يساوي 6.08. نطبق المعادلة لتقول أن القيمة الحالية P تساوي المبلغ المستقبلي S على 1 زائد R أس N. في هذا المثال الـ P هي تساوي S مبلغ مستقبلي هو 126 دولار على 1 زائد R R أس 0.8، والمبلغ سيتحقق بعد 3 سنوات أس 3 يساوي 100 دولار. وبالتالي المبلغ القيمة الحالية ب 126 دولار تتحقق بعد 3 سنوات هي 100 دولار، أنا قيمة 100 دولار 126 دولار بعد 3 سنوات هو 100 دولار. ويمكن استخدام المبلغ الجدول رقم 1 كذلك من خلال عملية واحدة، ضرب 126 ضرب الرقم الذي يوجد في العمود اللي فيه فائدة 6.8 وعدد السنوات يساوي 3، وبالتالي يساوي 126 ضرب 6.794، وطبعا سيساوي 100 دولار. مثال أخير: ما هي القيمة الحالية لمبلغ 100 دولار نحصل عليه في نهاية 5 سنوات إذا كان معدل الخصم يساوي 6.06؟ نطبق نفس القانون، في القيمة الحالية تساوي S المبلغ المستقبلي اللي هو 100 دولار على 1 زائد R اللي هو 1 زائد 0.06 أس N تساوي 5، وبالتالي يساوي 74.7 دولار. معناها 100 دولار التي تتحقق بعد 5 سنوات قيمتها اليوم 74.7 دولار. الأمثلة موجودة في الكتاب وهي إذا أمامكم هاي في السلايدات. وملاحظة أخيرة: ليس هناك عملي في الاختبار، لكن لابد أن نفهم عدة أشياء، لأن نرى المقرر ليس فقط اختبار، لا نعيش فقط بالاختبار، إذا نفهم الموضوع
بالتالي لابد أن تفهموا الطريقة العملية التي تحتاجون من بعد. نمر الآن إلى القيمة الحالية لمبالغ مستقبلية. الآن إذا كانت لدينا تدفقات كثيرة وتدفقات مختلفة من سنة إلى أخرى، أي إذا كانت التدفقات النقدية غير متساوية، السنة الأولى أس واحد، السنة الثانية أس اثنين، أس ثلاثة أس ثلاثة، وأس ألف السنة ألف، فإن مجموع القيمة الحالية سيكون كما يلي: بي مجموع القيمة الحالية بي يساوي أس واحد على واحد زائد آر، هذا السنة الأولى، زائد السنة الثانية أس اثنين على واحد زائد آر أس اثنين، يعني السنة الثانية، زائد أس إن على واحد زائد آر أس إن. هذا عندما تكون التدفقات غير متساوية. أما عندما تكون التدفقات متساوية الأمر سيكون سيختلف قليلا، معنى أس واحد تساوي أس اثنين تساوي أس ثلاثة تساوي أس إن، ففي هذه الحالة تكون معادلة على الشكل الثاني: بي تساوي أس على آر ضرب واحد ناقص واحد على واحد زائد آر أس إن. الصفحة 22 هنا في جدول آخر في مكتوب فيه هذا الرقم 1 على R ضرب 1 ناقص 1 على 1 مع R أس N، لو موجود في الجدول رقم 2. نجي في السطر الأول أسعار الفائدة، في العمود الأول نجد الفترات أو السنوات. سنأخذ مثال بسيط على ذلك. نفترض أن نحصل على 100 دولار في نهاية السنة الأولى، 200 في السنة الثانية، 30 في السنة الثالثة، ما هو مجموع القيمة الحالية لهذه المبالغ إذا كان معدل الفصل هو 0.08؟ نطبق مباشرة P اللي هي إذا S1 على 1 زائد R زائد S2 على 1 زائد R أس 2 زائد S3 على 3 سنوات على 1 زائد R أس 3، يساوي ماذا؟ 100 دولار 100 على 1 زائد 0.08 زائد 200 على 1 زائد 0.08 أس 2 زائد 300 على 1 زائد 0.08 أس 3 يساوي 500. عفوا، القيمة الحالية لهذه المبالغ هي 502.2 دولار. طبعا يمكن الحصول على نفس النتيجة إذا استخدمنا الجدول رقم 2 ولا نستخدم الآلة الحاسبة، من خلال ضرب 100.9 اللي موجودة في الجدول رقم 2، نمشي للسطر الأول وسعر فايدة ومعدل خصم يساوي 0.8، سنجد 0.9، السطر الثاني سنجد 0.857، السطر الثالث سنجد 0.794، وبالتالي تكون قيمة المبالغ 502.2 دولار. الآن نمر إلى مثال أين التدفقات تكون متساوية. كيف نجد القيمة الحالية لمبلغ قدره 100 دولار في تدفق سنوي على مدى 5 سنوات إذا كان معدل الخصم يساوي 0.1؟ نطبق مباشرة القانون الذي يقول أن في هي S على R ضرب 1 ناقص 1 على 1 مع R أس N. مباشرة نطبق الأس يساوي 100 سعر الفايدة 0.1 ضرب 1 ناقص 1 على 1 زائد 0.1 أس 5 نسبة تساوي 379.1 دولار. كذلك يمكن استخدام الجدول رقم 2 من خلال ضرب S في الرقم الموجود في الجدول رقم 2، نذهب إلى سعر فائدة يساوي 0.1 ونذهب إلى عدد السنوات يساوي 5، سنجد أن P تساوي 100 ضرب 3.791 تساوي 379.1، وبالتالي انتهينا من هذا الفصل وهو فصل تمهيدي
للتعرف على كيفية احتساب القيمة الحالية. طبعا الجدول هو هذا رقم واحد، وعلى يساره الجدول رقم اثنين. نمر الآن إلى المعيار الأول، وهو معيار القيمة الحالية الصافية للمشروع، الفصل الثامن. طبعا القيمة الحالية الصافية للمشروع هي عبارة عن حاصل طرح مجموع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الاستثمارية من مجموع القيمة الحالية للتدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية. طبعا يرمز عادة القيمة الحالية بـ NPV، ويمكن احتسابها بالطريقة التالية. أعيد المفهوم قبل كل شيء، القيمة الحالية للصافي المشروع هي عبارة عن حاصل طرح مجموع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الاستثمارية من مجموع القيمة الحالية للتدفقات السنوية الجارية الصافية. القانون يقول إذا حسبنا R0 و R1 و R2 حتى الـ RN هي التدفقات السنوية الجارية الداخلة من سنة 0 حتى سنة N، و C0 و C1 حتى C N هي التدفقات النقدية السنوية الخارجة C0 معناها أكيد التكاليف، و دي زيرو من الاستثمار المبدئي، و دي زيرو دي واحد حسب دي ان التدفقات النقديه الاستثماريه المحتمله بعد بدء تشغيل المشروع. فان ال ان تي في او القيمه الحاليه لصاحب المشروع تساوي ار زيرو ناقص زيرو بالنسبه للسنه الصفر السنه الاولى، ار واحد ناقص واحد على واحد زائد ار السنه الثانيه، ار اثنين ناقص اثنين زائد واحد على واحد زائد ار اس اثنين حتى الـ RN ناقص CN على 1 زائد R أس N ناقص دي زيرو استثمار مبني والقيمة الحالية للاستثمار اللاحقة وهي دي 1 على 1 زائد R، دي 2 على 1 زائد R أس 3، ودي N على 1 زائد R أس N. وبالتالي يكون NPV يساوي مجموع RP ناقص T على 1 زائد R أس T، T من 0 حتى الـ N ناقص القيمة الحالية للتدفقات الاستثمارية دي تي على واحد زائد ار اس تي. طبعا المجموع الأول ما هو إذا مجموع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الجارية الصافية، والمجموع الثاني ما هو إذا مجموع تدفقات القيمة الحالية للتدفقات النقدية الاستثمارية. في بعض المشاريع في حالات خاصة هي ما يسمى القيمة التصويرية. القيمة التصويرية هي ما يتبقى من المشروع في نهاية العمر الإنتاجي للمشروع. ما تبقى المشروع ماذا؟ ما يتبقى المشروع في نهاية العمر الإنتاجي. في هذه الحالة إذا سميناها KT وهي قيمة التصويرية لاستثمار المشروع في نهاية العمر الإقتصادي للمشروع. عادة نضيف التدفقات النقدية هي نضيفها إلى السنة الأخيرة، لكن في هذه الحالة تكون NPV تساوي مجموع RT ناقص TT على 1 زائد RT، وهو مجموع القيمة الحالية للتدفقات النقدية، ناقص مجموع القيمة الحالية للتدفقات الاستثمارية DT على 1 زائد RT، ناقص القيمة الحالية للقيمة التصويرية للمشروع وهي مجموع TT على 1 زائد R أس T. السؤال الآن متى يعتبر مشروعه ناجح؟ طبعا معقول جدا أن المشروع يعتبر ناجحا إذا كانت الـ NPV أكبر من صفر، إذا كانت الـ NPV موجبة. إذا كانت الـ NPV موجبة فالمشروع رابح. إذا كانت الـ NPV أقل من صفر فالمشروع خاسر. إذا كانت الـ NPV تساوي صفر فالمشروع لا يحقق ربح ولا خسارة. أعيد،
الزكاه الان في بي اكبر من صفر المشروع رابح، وان في بي اقل من صفر المشروع خاسر، ان في بي تساوي صفر المشروع لا رابح ولا خاسر، مشروع لا رابح ولا خاسر. طبعا تطبيق هذا المعيار يعتمد ويتحقق في ويفترض شرطين اساسيين. الشرط الاول هو ثبات سعر الفائدة أو سعر الخصم. الشرط الأول هو ثبات سعر الفائدة أو سعر الخصم. لماذا؟ لأن عندما يكون سعر الفائدة غير ثابت أو سعر الخصم غير ثابت، فإن احتساب القيمة الحالية يصبح خاطئ. لأن ليس الآن نفس رقم المال، مثلا لدينا سعر فائدة في السنة الأولى R1، السنة الثانية R2، السنة الثالثة R3، هكذا. تصبح القيمة الحالية الأولى مثلا R0 ناقص 0، الثانية R0 R1 ناقص 1 على 1 زائد R1، والثانية R2 ناقص 2 على 1 زائد R1 ضرب 1 زائد R2، وبالتالي لا يمكن أن نطبق هذا المعيار إلا إذا كان سعر الفائدة ثابت. الشرط الثاني وعدم التقاطع قانون لكمية الأموال التي يمكن اقتراضها بسعر الفائدة السائد في السوق. عدم التقاطع قانون لكمية الأموال التي يمكن اقتراضها بسعر الفائدة السائد في السوق. تعرفون بعض الأحيان في بعض المشاريع الهيكل التمويلي يكون مختلف، فيه جزء عن طريق القرض، جزء مثلا تمويل عن طريق الأسهم، جزء آخر عن طريق أشياء ثانية، صورة ثانية. وبالتالي عندما تكون المصادر مختلفة لا يمكن تطبيق هذا المشروع، يجب أن يمول المشروع، يجب أن يكون إذا يكون هناك سقف أو حدود لكمية الأموال التي يمكن اقتراضها بسعر الفائدة في السوق. طبعا لأن كل مشروع يجب عليه أن يحقق عائدا يفوق العائد للاقتراض، يفوق سعر الفائدة أثناء السوق لكي يكون مقبول. هذه إذن بصفة سريعة معيار القيمة الحالية الصافية وشرطها الأساسيان، وهما أولا ثبات سعر الفائدة أو سعر الخصم، وثانيا عدم وجود سقف وحدود لكمية الأموال التي يمكن اقتراضها بسعر الفائدة السائد في السوق. طبعا المشروعية عندما نستعمل معيار القيمة الحالية الصافية، المشروع الأفضل والمشروع الذي له قيمة حالية أفضل، معناها NPV أكبر. كلما كان NPV أكبر كلما كان المشروع أفضل. إذا لدينا مثلا مشروعان واحد في NPV أكبر من الآخر، مباشرة الذي له NPV أكبر هو الأفضل. طيب نمر الآن إلى المقارنة، مقارنة المشروع وحسب أفضليته. طبعا يمكن المفاضلة بين المشاريع بالاعتماد على معيار القيمة الحالية الصافية وهو NPV، أو كذلك على استنادا على ما يسمى مؤشر القيمة الحالية أو مؤشر الربحية. مؤشر القيمة الحالية أو مؤشر الربحية هو عبارة عن نسبة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الجارية الصافية إلى مجموع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الاستثمارية. إذا رجعنا إلى الـ IPO ويسمى الـ IPV، إذا فلنا إلى مؤشر القيمة الحالية IPV، IPV قلنا هو عبارة عن مجموع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الجارية الصافية تقسيم على مجموع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الاستثمارية. هذا مجموع RT ناقص TT على 1 زائد R
على مجموع يتيم على واحد الآن أصلي. متى يكون مشروع رابحا؟ يكون مشروع رابحا عندما يكون اي بي دي اكبر من واحد. اي بي دي اكبر من واحد عندما يكون اي بي دي اكبر من واحد المشروع رابح. عندما يكون مؤشر القيمه الحاليه اقل من واحد المشروع خاسر. عندما يكون قيمه المؤشر القيمة الحالية أقل من واحد المشروع قاعد. وعندما يكون مؤشر القيمة الحالية مساوية لواحد المشروع لا رابح ولا خاسر. يعني هذا المشروع لا يسبب لا ربح ولا خسارة. لماذا؟ لأن الاي بي دي تساوي واحد. طبعا إذا أردنا المقارنة بين المشاريع، المشروع الأفضل هو المشروع الذي فيه اي بي دي أكبر، والمشروع اللي فيه مؤشر القيمة الحالية أكبر. وبالتالي إذا أردنا أن نبحث في أن نقارن بين المشروعين الاثنين، المشروع الأفضل والمشروع الذي هو اي بي دي أكبر، مؤشر قيمة حالية أكبر وقيمة حالية أكبر. اي بي دي أكبر و ال بي دي أكبر. اي بي دي أكبر و ال بي دي أكبر. معنى قيمة حالية صافية أكبر ومؤشر قيمة حالية أكبر. طبعا هذه المعايير تستخدم على نطاق كل دولي في كل الدول تقريبا. سنأخذ مثال على هذا. نفترض أن لدينا مشروعين A و B ولدينا معطيات. البديل الأول قيمة حالية هي 50,000 تدفقات إجمالية، والقيمة الحالية تدفقات نقدية السنوية الجارية هي 50,000. البديل الثاني 50,000 تدفقات إجمالية و 50,000 تدفقات قيمة حالية تدفقات سنوية جارية أصلا. طيب السؤال، أي البديلين أفضل بالاعتماد على مؤشر القيمة الحالية ومؤشر مؤشر القيمة الحالية والقيمة الحالية للمشروع بالاعتماد على الـ NPV والـ IPV؟ نبحث على الـ NPV بالنسبة للمشروع الأول. NPV قلنا هي القيمة الحالية لتدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية ناقص القيمة الحالية لتدفقات المالية. بل 175,000 ناقص 150,000 يساوي 25,000. حسب رأيك هل هذا المشروع رابح أم لا؟ رابح أم لا؟ مشروع A هل المشروع رابح أم خاسر؟ هل المشروع A رابح أم خاسر؟ طبعا المشروع رابح. لماذا؟ لان الـ NPV اكبر من صفر. نبحث عن القيمه الحاليه للبديل الثاني. NPV B هي القيمه الحاليه لتدفقات النقديه السنويه الجاريه الصافيه 160,000 ناقص القيمه الحاليه لتدفقات السنويه تساوي 50,000. وبالتالي الفرق هو 12,000. والمشروع يكون مشروع رابح وخاسر. رابح ممتاز. رابح لأن الـ NPV أكبر من صفر. نذهب إلى المؤشر الثاني وهو مؤشر القيمة الحالية. الـ NPV A هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية على القيمة الحالية للتدفقات الاستثمارية. معنى 150,000 على 150,000 تساوي 1.1. هل هو رابح أم خاسر؟ رابح أم خاسر هذا المشروع؟ هل المشروع رابح أم خاسر؟ رابح.
رابح لماذا؟ لأن الـ IDD أكبر من واحد، أكبر أكبر من واحد، أنا رابح. كان جاي أقل من واحد رابح. نبحث عن مؤشر قيمة حية للتبديل الثاني IPVP. IPVP هو 62 على 50 تساوي 1.24. حسب هذا المؤشر أي قبل ذلك رابح وخاسر؟ رابح وخاسر هذا المشروع ثاني؟ أكيد المشروع رابح ممتاز. طيب أي مشاريع أفضل؟ أي أم بي؟ أي مشاريع أفضل؟ حسب مؤشر القيمة الحالية الـ IDD المشروع B أفضل من A، لكن حسب معيار القيمة الحالية الصافية A أكبر من B، وبالتالي هنا تعارض تعارض ما بين المعيارين. هذا نقرأه في الفصل 9 و10. أيوة فهمت، هذا هم اختار مين، هذا هو المشكلة. هذا سنتعرض إليه في الفصل الفصل 10 تقريبا، سنتعرض إليه إن شاء الله في الفصل 10. هذه حالة فيها تعارض، معيار أقول لك A أفضل من B ومعيار أقول لك B أفضل من A. كيف القول أن التعارض يمكن أن يحدث عندما نستعمل معيارين مع بعض، لكن إذا تعلق الأمر بمشروع واحد، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين المعايير. إذا كان الاي بي بي قالت أن الاي أفضل، فالاي بي بي قالت أيضا أن الاي أفضل. عندما يتعلق الأمر بمشروع وحيد فليس هناك تعارض، فليس هناك مشكلة، النتيجة دائما واحدة. أما إذا يتعلق الأمر بمشروعين يمكن أن يحدث ما يسمى بالتعارض. نختم هذه المحاضرة اليوم بأخذ فكرة سريعة على الطريقة العملية لاحتساب القيمة الحالية الصافية للمشروع. طبعا نحن ليس لنا التمارين مع الأسف ولا بنحقق أفكر، لكن لا بد أن أفكر على الطريقة العملية. دائما بالعادة نأخذ جدول، الجدول هذا العمود الأول نضع فيه السنوات، العمود الثاني تدفقات تقدير الاستثمارية، الثالثة تدفقات نقدية خارجة، الرابعة تدفقات نقدية داخلة، الخامسة تدفقات نقدية صافية، الصافي اللي داخلة نقص الخارج عرض على نقص 3، السادس هو معامل خصم، معامل خصم هو 1 على 1 زائد R أس، هذا هو معامل خصم، الخصم هو 1 على 1 زائد R أس. ثم القيمة الحالية للتدفقات الاستثمارية للحصول على القيمة الحالية، دائما نضرب معامل خصم في التدفقات الاستثمارية. للحصول على القيمة الحالية تدفقات في السنوية الجارية الصافية، نضرب التدفقات النقدية الصافية في معامل خصم. لكي نحصل على القيمة الحالية دائما، نضرب التدفقات في معامل خصم.
الغذاء بسرعة هذا البسيط. طبعا حسب على الجدول الآن بديلي وهي القيمة الحالية الساتية ما هي إلا نسبة التدفقات السنوية الجارية الساتية ونقصها من التدفقات التغذية الاستمرارية، نعم 8 ناقص 7. أما مؤشر القيمة الحالية فنقص 8 على 7. ناخذ فكرة بسيطة على هذا التمرين الأول. لدينا مشروع، مشروعين بديلين A و B. لدينا جملة من المعلومات ما بدهي قيمة تصفية، قيمة تصفية هي ما يتبقى من المشروع في السنة الأخيرة. نضيف قيمة تصفية دائما نضيفها إلى التدفقات النقدية الداخلة للسنة الأخيرة. وبناء عليها خمس سنوات بديلين نضيفها للسنة الرابعة. بديلين نضيفها للسنة الخامسة. الأمر تجي 4 سنوات في الأول والثاني 5 سنوات. وسعر هذا السعر في السوق هو 8 مليون. طبعا الإجابة بسيطة، علينا فقط تطبيق التدفقات الاستثمارية السنة الصفر هي قيمة الجنس، السنوات الأخرى كلها ليس فيها تدفقات استثمارية. التدفقات الخارجة موجودة 10,000، 7,000، 14,000، 10,000، والداخلة 15,000، 14,000، 13,000، والأخيرة 18,000 زائد 4,000. 4,000 هي القيمة التصفية للمشروع. التدفقات النقدية الثانية الجارية الصافية، الصافية هي الداخلة ناقص الخارج. 15,000 ناقص 10,000 يساوي 5,000، 14,000 ناقص 7,000 يساوي 7,000، 14,000 ناقص 14,000 يساوي 0. و22,000 ناقص 10,000 يساوي 12,000. مع الخصم هناك طريقتين، إما بالآلة الحاسبة 1 على 1 = 0.8 أس 1 أس 0 أس 1 أس 2 أس 3 وأس 4، وإلا في الجدول رقم 1 في الصفحة 122 موجود. نجد الأرقام الثانية 0.26، 0.58، 0.84 و 0.85. القيمة الحالية للتدفقات الاستثمارية ضرب المعامل في 18,000. أما القيمة الحالية للتدفقات الجارية الصافية الرقم الأول 0، الثاني ضرب 5,000 في 0.926 يساوي 4,600. ثانيا ضرب 7,000 في 0.857 يساوي 5,999. و الثالثة 0، والرابعة خيارا 14,000 في 0.735 يساوي 8,820. المجموع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الاستثمارية مجموعة 15,000. أما المجموع في القيمة الحالية للتدفقات الجارية الصافية هو 19,449، بحيث تكون القيمة الحالية الصافية للمشروع 19,449 ناقص 18,000 تساوي 1,449، وبالتالي في المشروع ربح. وتكون وفقط سعر القيمة الحالية فقط، لكن ويكون مؤشر الربحية هو 19,449 على 18,000، وبالتالي يكون هذا المشروع مشروع رابح. وبالتالي انتهينا من هذا الفصل. غدا إن شاء الله سنتعرف على معيار جديد وهو معيار معدل العائد الداخلي. أتمنى أن تكونوا استفدتم هذه المحاضرة، ونلتقي إن شاء الله غدا إن شاء الله. شكرا لحسن انتباهكم وإلى اللقاء. إذا كان في أسئلة وفي مشكلة.